افتتحت مديرية أوقاف دمياط المسجد الكبير في قرية أولاد خلف التابعة لمركز فارسكور، وذلك بتكلفة 9 ملايين جنيه بجهود الأهالي ذاتية. وقد أكد وكيل وزارة الأوقاف بدمياط الشيخ محمد سلامة على افتتاح 57 مسجدا في المحافظة خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تدعم افتتاح هذه المساجد. المسجد الكبير الذي كلف بالنفقات الذاتية أكثر من 9 مليون جنيه، المسجد يتكون من عدة أدوار، 3 أدوار، المسجد مساحته بأدواره أكثر من 1000 متر. أهالي هذا المسجد، مسجد أولاد خلف، لم يبخلوا عليه بأي شيء، وهذا هو المسجد 57 في افتتاحات مديرية أوقاف دمياط.